طب تعرفوا قديش معجوقة هالفترة يا صبايا؟ صحيح، سمعت انكم تبنيتوا ولد نوران. ايه مزبوط، ابو الصبي وامه متوفين، هالمسكين قلنا بنعمل خير فجبناه. خير ما عملتي انتي وزوجك، صراحة كنت ناوية السنة الماضية اتبنى ولد مثلك، بس انا ما تجرأت اعمله، وانتي ست العارفين الموضوع ما نو سهل. معك حق بهالشي، اللي عملتوه بده شجاعة واحساس بالمسؤولية. قليلي انتي كنتي بتعرفي ابو وامه شي؟ ومن وين بدي اعرفهم يعني؟ شو هالسؤال هاد؟ انا عندي فضول اتعرف عليه، يا ترى مين هذا الصبي؟ ولد ابن عائلة فقيرة، لما إجا كانت ريحته طالعة. شكرا لك. صحة وهنا. هو إله شهر عنا بالبيت، لسه ما تعود علينا، تصرفاته غريبة وفوضوية. وهو أخرس نورهان؟ إيه أخرس مزبوط. عن جد ما بيحكي المسكين؟ وكيف تتفاهموا معه لكان؟ قصدي شلون تتواصلوا؟ حاولنا نتعايش معه يعني، بس بإن شوي لما يتضايق. نوران كيف يعني؟ عم يصرخ مثلا؟ أو عم يحاول يقلكن شي؟ أي ما بعرف، ما عم دقق عليه. صار عندي فضول شوفه لهالصبي. كوسر؟ نعم مدام. جيبي خليل لهون. هو نايم؟ ايه فايقي عادي، بس يعني ليش واقفة؟ اعملي اللي عم قلك عليه وروحي فايقي. يلا روحي جيبي كوسر. امرك. بسرعة يلا. لا تفيقي الولد، ما في داعي. ايه شو هالقصة؟ بيرجع بينام بعد ما انتو تشوفوه. خليل؟ خليل؟ في ابني؟ خليل؟ يلا تعا، ست نوران بدها اياك. يلا على مهلك. ضيوف الست نوران بدهم يشوفوك، خمس دقايق وبترجع بتنام. يلا ما تواخذنا يا روحي انت. يلا مو معقولة انت، حكياتك شو حلوين. ها تعال خليل. يا عمري لساته صغير. اللي قديش عمرك؟ الولد أخرس، كيف بده يجاوبك؟ يا حرام، زعلت عليه. ليش حرام؟ عايش أحسن من كل أولاد جيله. شو بده أحلى من هيك؟ يعني انت ما بتحكي أبدا؟ بيسمعنا شو عم نحكي ما هيك؟ حبيبي أنا اسمي سيدرا، شو اسمك انت؟ ما بيحكي بس بيطالع أصوات غريبة أحياناً، نحنا ما بنقدر نفهم عليه. يمكن يحكي بعدين. كأنه الولد بده يحكي شيء. شو بدك تقول؟ ما عم بفهم عليك. ست نوران شوفي داسة على رجلك. ما انتبهت، آسفة يا قلبي. وجعتك خليل؟ هات بوسل حتى راضيك. كوسر يلا خدي على تخته، خليه يروح ينام ويرتاح. يلا. برافو عليكي يا نوران، اللي عملتيه معه كتير منيح. برافو عليكي. هلأ ما عاد لحاله، صار عنده عيلة. ممتاز، بيحبه، همه الوحيد يساعده، رح يقدم له اللي بيقدر عليه. تعرفوا الإنسان لازم يعمل خير دائما، صح؟ صح حبيبتي، وإذا كان فيه أصل رح يعترف بجميلكن. إن شاء الله، بتمنى. إن شاء الله حبيبتي. أوعك تزعل، الله كبير. يا ربي دخيلك، ليش خليته يجي على هالبيت ويعذبه؟ استغفر الله. حبيب قلبي خليل، شو قلبك طيب يا عيوني. نام يا روحي، إلا ما الله يفرج عليك. ارجع، اوعك تجي. وقف وقف، لا تقرب يا رضا، ما عملت شي. لا ارجع لورا، ما كان بدي يصير هيك، والله انا بعتذر. لا رضا، صدقني ما قصدت اغلط هاي الغلطة. وقف،
استنى، لا أنا آسف، سامحني يا رضا. لا لا، ساعدني ساعدني رضا، لا رضا ساعدني إن شاء الله بترجاك، ساعدني رضا، اسحبني رضا رضا، الله يوفقك الله يوفقك، ساعدني يا ابني ساعدني، الله يخليك. ساعدني يا رضا. ممتاز، شبك شوفي. ها؟ انت منيح؟ جيب لك مي حبيبي؟ يلا حبيبي، يلا اشرب كاسة الحليب. يا روحي صحة، تقبرني ما أروقك ابني الغالي. شوفوا ما أحلاه هو عم يشرب كاسة الحليب. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.